لازمكم ان احنا نقرا الفاتحه عشق رمضان فقط لكل الشهداء المصريين شهدوا خلال الفتره اللي فاتت. دي حقيقة محمد، أنا أعرف محمد من 2007، كانت علاقة عادية خالص في الأول، ولكن تعطلت العلاقة بيني وبين محمد بعد السبع. محمد كان دايما، إحنا كلنا اكتشفنا فعال الخير دي مؤخرا وعرفناها أكتر بعد ما توفى الله يرحمه. محمد ما كانش بيتأخر على أي حد خالص في إن هو يقدم له أي مساعدة. أنا فاكر موقف بيني وبينه لما جه يشتري الكاميرا وكلمني، قال لي أنا عايز أجيب الكاميرا عشان أصور ونشارك مع بعض في المهرجانات. محمد كان أي حد يطلب منه أي حاجة حتى لو ما يعرفوش أو يقابله لأول مرة ما كانش بيتأخر عنه. آخر مرة قابلت محمد الله يرحمه كان في حفل تقديم لذكرى جيكا الله يرحمه، وبعدها كان في افتتاح المهرجان القومي للسينما، وقعدنا نتكلم شوية في السياسة وحال البلد. محمد رمضان يمكن كان من سنتين تقريبا 2011 في مهرجان القاهرة، كنت أنا وقتها مدعو للمهرجان كأحد يوم في الشهر، وتعرفت مجموعة الشباب اللي جايين من المعهد الخارجين الجداد اللي بيتكلموا بمشاركة في المسابقة. رمضان يمكن أنا في الأول اللي فاكره حتى إن انطباعي عنه في الأول إن البني آدم اللي بيبتسم واللي بيضحك طول الوقت ده يعني أكيد مش عامل فيلم جد، يعني ما بصلوش بوزن حقيقي يعني بسبب الحالة الإيجابية اللي فيها طول الوقت. يعني اندهشت جدا لما شفت فيلم، يمكن الناس بتتفرج دلوقتي، إن أنا حبيت الفيلم شوف يوجا ممتع جدا. حتى هو محمد من تاني يوم كان مهتم جدا إن هو يعرف، قال لي لازم تشوف الفيلم لازم أعرف، اتكلمنا فيه مطولة. ورجعنا من وراء نحن أصحاب قريبين، يعني بقدر أقول إن أنا خرجت من السفرية دي بشكل ما أو بآخر بيه على المستوى الإنساني. أنا كنت بقول ودايما بقول إن هو ما ماتش. محمد عارف كان دايما بيحاول يوصل، زي ما دايما بنقول يعني زي ما أعرف عنه، إن هو كان دايما بيحاول يوصل الصوت الناس اللي ملهاش صوت من خلال فنه، من خلال صوته، لغاية ما هو من خلال أفلامه اللي كان بيكتبها واللي عملها وكله، لغاية ما وصل إن هو قدم هو والله يرحمهم هاجر وأحمد وخالد. أنا شايف إن هم قدموا، وصلوا إن هم قدموا أجسادهم برضو عشان يوصلوا الصوت ده. أنا بالنسبة لي هو عرف يوصل للقمة فعلا، وعرف يخلي الإنسانية تنتشر فعلا، يعني هو صح فينا الإنسان اللي جوه كل واحد. أنا بقى في ناس كتير ما يعرفوش رمضان ولا يعرفوني بيكلموني وهم بيعيطوا عشان الخير اللي كان بيعمله، يعني هو ما كانش بيتكلم عنه. محمد رمضان كان صديقي، كنت بتابع الحدث زي ما مصر كلها بتابعته ساعه لما اختفى في جبل سانت كاترين، ويعني هو حرك وانا وقفته حاجات كتير جدا، بقى حاسه ان هو ممكن في اي لحظه بيموت وعليا، هو ما كانش عامل اي حاجه. ف يعني اعمال الخير اللي هو كان بيعملها بغض النظر ان هو قد ايه كان مخلص وكان فنان وكان حد شاطر جدا، اكتشفنا على وفاته الجانب الانساني اللي كان عنده، قد ايه هو كان بيحب الخير وقد ايه كان بيشتغل في الجمعيات الخيريه. الحاجه دي اللي صحت جوانا ان احنا لازم نكمل الطريق بتاعه، ان احنا نكمل في الجمعيات الخيريه والحاجات اللي كان بيعملها، وربنا قدرنا ان احنا نكمل الطريق بتاعه. رمضان كبني ادم اهم من كده بكتير جدا، يمكن لو قعدنا نحكي عنه كتير مش هنعرف نوفيه حق. قريبين منه موجودين حواليه كلهم شايفين بيقدروا يقولوا، من اول طارق غلاب، نبيل شلبي، وعدد كبير من الشباب المخرجين اللي موجودين حوالينا. الكلام اللي قاله هضال، لو هو يعني لو عايز يتكلم بجد عن محمد رمضان يبقى احنا تفضلوا معانا كتير قوي قاعدين، ويمكن ما نعرفش نخلص.